مزين ونهار اليوم سحاعدكم مزين ونهار اليوم مبروك عيدكم هاي بليز كوكو قولهم صحايدكم هاي بليز ودوك البنات حبيت نشارككم في التفريشة تاع ما شومبر الوغ هنا درت اندغا مع لو بلاد تاعو درت حاجة خفيفة سامبل على جلس خامة انا كنت درت لو دغا بالمقلوب باسكو دوك لي دو بانو اللي راهم فيه عم بالي يجو مليكوتي من ومن مي فينالمون فقت بلي جهة عريضة وجهة ضيقة الوغ عاودت قلبتو شوفو غيكليس هنا راهو يعاون فيا راهو يفرش معايا مسكين أيها رمضان بون نحب نتخايل شوية أنا شوفو راهو يسقمها تقولولي دي ما يخدمش ولا و تاني و ديبي كنت درت لو بلاد من تحت ومن بعد ديك عاود شفت عاود بدلت له البلاستو درتو او ميليو هنايا سي لا في تاع العيد وكنت قبلها تاني بالنهار درت لو نيتواياج قال بالكم رمضان ما نديروش بزاف فيك كنا درنا مقبل رمضان هكا باش نريحو في رمضان ماشي نقعدو غير ميناج مي بون كي لحقتني دو جوغ افون العيد زدت درت شويه درت الغبره اي تو نهب لك الشكل النهائي تاع ما شومبر كيما قلت لكم هذاك لو بلاد درتو في الوسط جو سي با نورمالمون هكا يكون جا شباب هكا عجبني باش يبانو هذوك لي موتيف تاع لو دغا فوالا سي لا بروميير فوا راكم تشوفو في ما شومبر جامي ما وريتها هاد المرة قلت نشارككم فيها وتشوفوها كيفاش دايره وكاش نهار راني نهضر لكم على ندير فيديو عليها وين خدمتها ايتو وتاني دوكا حبيت نشارككم في الطبق الرئيسي تاع العيد اللي هو الرشته انا درت الرشته بون ما طيبتهاش انايا كنت شريتها واجده هذيك رشته اندستريال تجي مكتوبه فيها رشته تقليديه جات هايله بون سوف كو انا درت المرقه لافي تاع العيد درتها في الليل وجدتها قلت باش غدا ان شاء الله نهار العيد نكون اليز نكون ما تكونش عندي بزاف لا بريسيون مي بون فينالمون هكا كو كنت عندي لا بريسيون تاع الصباح وجدت رشته اي تو وما كانيش ميم با الوقت باش نصورها ما قدرتش نصور رشته الوغ هنا راني دايره غير المرقه معليش هاد الطريقه تاع رشته جبتها من عند ماما هي اللي ديرها هكذا دير فيها الزيت والسمن وتحط عليهم واش يكون عندك لحم دجاج تخليهم يتقلاو شويه من بعد كي يتقلاو نزيد نرمي عليهم حبيبه تاع البصل تكون بيان غابي مع اللفت تاني حبيبه صغيره تاع اللفت تكون تاني بيان غابي نحطهم يتقلاو مليح مع الدجاج هذاك نخليهم يتقلاو مليح في غرضهم هذاك الدجاج يتقلى مليح في غرضو ياخد تحميره مليحه من بعد نرمي عليه هذا البصل واللفت تاني كي نزيدو نرمي عليهم هذا البصل واللفت تاني يزيد يتقلى مليح في غرضو هكا المرقه تاعنا تطلق وتجي بنه تجي فيها بنه مليحه وتجي بنينه ويكونوا على نار هادئه ما تكونش قويه بزاف هكا باش يتقلاو مليح من زف طيب وهنا حندير لي زيبيس درت شويه فلفل الكحل ما كثرتش وشويه قرفه تحبي ديري قرفه تاع العود ولا اون بودغ انا درت شويه اون بودغ ودرت ثاني رشه خفيفه تاع زنجبيل ما جيت نفرغ بالسيف خفت يطيح لي بزاف باسكو لو كنحط بزاف يطلق هو الزنجبيل شفتو قاطع شويه تاني نزيد نحرك هذيك نحرك هذوك لي زيبيس مليح مع الخضره هنايا عندي اون طوماط صغيره تكون حمراء ولا لا موتشي تاع وحده كبيره ربيتها وزدت رميتها في هذيك المريقه
هنا ما تجيناش المرقه حمراء ولا وما تجيناش بيضاء، تجينا شويه صفراء رايحه الاورانج جبنينه هكذاك تاني. والملح درت اون كويغ ديسير ماشي معمره بزاف، وقلت ندير ومن بعد نزيد ندوق، نخاف ندير بزاف. ودوك نوجد الخضره تاعي اللي حنديرها، ندير لفت وقرعه قطعتها صغيره شويه، نحبها هكا صغيره باش تجيني مليحه. كاين اللي يديروا باغ اكزومبل اللفت يخليوه هكذاك حبه ويرموها، الكورجيت لا ميم شوز غير اذا كانت كبيره يقسموها برك على زوج ويرموها. وهنا راح نزيد نرمي الحميصه تاعي، نزيد نخليها تاني شويه مع هذيك لاصوص، نرميهم على جهه الحميصه وهاد الخضره نرميهم ونخليهم يزيدوا يتقلاو شويه، خلي يدخلهم شويه طياب. من بعد نسخن الماء ونمرق لها، بيان سور الماء يكون غلا، يكون سخون مليح. ودوكا الخضره تاعي راهو دخلها طياب وتقلات لي مليح، دوكا نرمي لها هذاك الماء سخون ونزيد نخليها تغلي. كي نشوف الخضره تاعي والحميصه طابت، سورتو الحميصه هذيك، نطفي عليها ونخليها. وانا جيت نكمل لو صالون اللي كنت مسحته كامل، نفت لو تابي وكلش، ما بقى لي دوكا غير نعاود نفرشو مليح ونسقمو. وهنا حبيت نهدر لكم شويه على ما طابلو باس اللي كنت خدمتها جديده عند مون بو فرير، هو يخدم توسكي ميلاميني ام دي اف، حاجه بالطبع فينيسيون هايله بيان فيني، خدمه شابه. ولا هو اللي خدم لي تاني ما شومبر اكوشي وخدم لي لا كويزين. اي بور بلوس د انفورماسيون كونتاكتي لا باج ال اديكو، وراح نخلي لكم تاني لو ليان تاعها في صندوق الوصف. لا باج ال اديكو سي نوتر باج انا وزوج تاعي حنايا نخدموا فيها لي زيتاجير اي تو. Et pour autre chose concernant les tables basses et tout ce qui est meubles de cuisine et tout, c'est mon beau-frère qui les fait. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Marhaba bikoum à tout moment. Voilà, on a fait la déco dans le salon. On a fait Ramadan plutôt. C'est bon, Ramadan, ça y est, la roue belle, Inch'Allah. دوكا باغ كونطخ راح ندير عيد مبارك افيك كلكو بالون اي تو، و غير ليس كيما راكم تشوفو راهو يعاون فيا. سي فو زافي غوماركي انا مون سالون مازالو فارغ شويه، مازال ما فيهش كلش، اشاك فوا راني ندير حاجه خاصوني بلان شوز، مي بون بشويه بشويه حتى نعمرو ونكملو. جمعنا على حباب جمعنا، إن شاء الله ربي يخلينا فرحين كل يوم، نكونوا عام آخر كلنا زهين كل يوم. الزين نهار اليوم صحا عيدكم، الزين نهار اليوم مانيش راح ندير كلش، راح نخلي لكم على فان كامل تشوفوا كيفاش خرجت، وعطيوني رايكم في التعليقات تاعكم. وهنا يعني نوري لكم واش راح نلبس صباح العيد في الدار. راح نلبس هاد لو تونيزيان، ان بونطالون مع لو او مع هاد البلغة حاشاكم. ولا وهاي لك هنايا كيفاش جاتني. اي فوالا صباح العيد، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، في حياتكم حياة كاع لا فامي، لا قبل العام الجاي ان شاء الله. وغير كليستاني راه يقول لكم صحايتكم عيدكم مبارك.
يا سعد من يفرح اليتيم سعد من يفرح اليتيم رضى عليها ربي الكريم رضى عليها ربي الكريم يكون لها أجر عظيم في نهار اليوم. اي فوالا مي غاتو درت بقلاوه على باتا فيلو جات بزاف خفيفه وبدينا تشارك العريان درت ثاني بنيون اللي لازم يكون حاضر رانا ما نقدرش ما نديرش في العيد لي سابلي بيان سور اي لو ديرني درت ان غاتو غوفريت يجي بزاف بنين راني نحط لكم ان شاء الله الوصفه تاعو وجربوه ما حتى تندموا عليه. وهذه هي الطاولة البسيطة تاعي تاع العيد ان شاء الله تكون عجبتكم. مبروك هذا العيد علينا وهذه هي ما تونو تاع العيد اللي راح نلبسها ان بانطالون روج شوميز نوار ان بلازير نوار اي دي زيسكارب نوار دوكا كي نلبسها نزيد نصورها وتشوفوني بها. اجلس بركة عيدكم ومزيان مبروك عيدكم ومزيان بابينا تتلمسان بابينا تتلمسان يا ولاد الجدار يا شجعان. وفي الأخير راح نزيد نهنيكم بعيد الفطر المبارك ونقول لكم صحة عيدكم عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير إن شاء الله ربي يتقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب. ودوك راح نزيد نخلي الزوج تاعي يهنيكم بمناسبة العيد عيدكم مبارك تعيدوا بالصحة ولهنا إن شاء الله العقوبة العام الجاي إن شاء الله في حياتكم وحياة لافامي تقبل الله منا ومنكم غفر الله لنا ولكم تبقوا على خير. مبروك عيدكم يا شباب مبروك عيدكم يا شباب يا ناس وهرن يا الصحاب يا ناس وهرن يا الصحاب فرحوا شايب وشباب صحة عيدكم كنوا كل عام بالحباب تزهوا كل يوم مزينوا نهار يوم